مليون مبروك يا صبايا، مليون مبروك، غنوا يلا. أنا الطالبة ديما معروف أبو ربيع من الفرع العلمي، المدرسة العائشية الثانوية للبنات، المعدل 95.0. والله كان يعني الموضوع حلو يعني كدراسة، لأنه يعني تقريبا أنا وياها كان في يعني مستوى التفكير متقارب، فيعني لما أنا كنت أستصعب من أسئلة أسألها، هي يعني في نفس الوقت تكون سبحان الله يعني جاي تحكي لي عن الحل، وأنا نفس الإشي يعني في أسئلة أو أشياء بتلفتني يعني عشان ندقق عليها، في نفس الإشي بتكون يعني بتكون هي تلقائيا جاي تحكي لي عنها، وأنا في نفس الوقت يعني لما أشوف شغلات بروح بحكي لها. أمي كتير كتير تعبت معنا يعني، وأبوي طبعا يعني، فإنه أمي كانت كتير تدعمنا نفسيا، وكانت يعني دايما تكون محضرة لنا فطور وهيك، يعني هيك من الصبح يعني تصحى هي معنا، وحتى هي تنام يعني بعد ما إحنا ننام، فهي تطمن إنه إحنا نمنا وهذا، فكانت دايما تسألنا يعني كيف الوضع والنفسية. حتى أول يوم يعني ظلت تستنانا عبين ما خلصنا الامتحان، وهي كانت كل امتحان يعني تيجي تأخذنا، وبعدين يعني ما كانتش تضغط علينا تسألنا كديش بتجيبه أو كديش متوقع أو كديش، لأنه هذا الإشي يعني من الصراحة الأخطاء اللي بيعملوها الأهل، إنهم بيضغطوا على الطلاب وهذا كديش متوقع تجيب، يعني يمكن هذا أكثر سؤال بزعج طلبة الثانوية بعد الامتحانات، كديش متوقع تجيب، لأنه يعني الصراحة ممكن التوقعات إنها تخيب. أنا الطالبة سيمة أبو ربيع، الحاصلة على معدل 99.3 الفرع العلمي من المدرسة العائشية الثانوية للبنات. صراحة كانت سنة ملانة توتر وصعوبة يعني بالنسبة للأحداث اللي بتصير في البلد، كتير يعني الواحد كان خايف يعني من ناحية إنه شو هذا وهيك، هذا كتير يعني عانينا منه في سنة 2022-2023، وحسيتها من أصعب سنوات التوجيهي، بس الحمد لله رب العالمين. والبيت صراحة كان ملان توتر بس ملان مع هيك يعني فرحة إنه إحنا تنتين وآخر إشي في العائلة يعني، وإن شاء الله إنه يعني رح نتفوق كلنا يعني، لأنه الواحد بالنهاية بده يتعب وعشان إن شاء الله ينال في الآخر يعني. أمي كانت ما تنامش بالليل يعني، لأنه يعني مثلا لو أنا مثلا زبطت في إشي إنه بتكون كلكانة هم أكيد إنه يعني هاي إنها بتعيط وهاي لا إنه بتحكي منيح وهيك، فكتير بيكون الموضوع ضغط، خايفين إنه مثلا يعني الواحد يجيب أقل من التوقعات، يعني أنا بتوقعش لنفسي ولا توقعت لنفسي أي إشي عشان بالنهاية ما أزعلش لا إذا أكتر ولا يعني إذا أقل، بس هيك. بس البيت أكيد كان يعني متزعزع شوي إنه إحنا تنتين وهيك، ولأنه النتيجة طلعت بعدين ديما شوية تأخرت يعني هي دقائق قليلة، بس الحمد لله يعني كان معدلها مليح. مرتو زينة وهدايا فلة ونجمة وقمر.